خويا علي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان ديالي تبارك الله عليكم، والله يحفظكم ليا والله يعطينا ويعطيكم من فضله. اليوم صدفة الإخوان ديالي، أنا ضروري كندوز للمنحل وعاد يمكن ليا نمشي لجهة أخرى. مهم التوقيت اللي عندي وهو العشرة ونص الحداش، كيخصني نكون في المنحل. ندوز واحد الساعة ولا ساعتين في المنحل عندي، راكم عارفين باش كنشوفوا شنو كاين ونعرفوا شنو كاين في المنحل، ونشوفوا النحل ديالنا كيصبح، وعاد كنتحرك لجهة أخرى الخدمة أو للمنحل واحد أخر. ضروري نزور المناحل ديالي الصباح وعاد يمكن ليا نمشي. كما كتلاحظوا معايا الإخوان ديالي، جيت لقيت هاد الخيرات هذا، الله يعطينا ويعطيكم من فضله. كما كتشوفوا معايا هذا الطرد الأول 2023، يعني صدفة، اللهم بارك لي وليكم. أنا بغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا باش تردوا البال للمناحل ديالكم إذا كانوا عندكم الخليات عامرين. أنا ما غنطولش عليكم بزاف، كما كتشوفوا معايا خلية الطرد هو هذا، اللهم بارك فيه. اللي بغيت نعرف وهو بغيت نشوف هو غادي يكون الطرد الأول هذا، ما كاينش الطرد الثاني. بغيت نتأكد باش تاخذوا معايا معلومات، واش فيه غير ملكة وحدة ولا فيه جوج ملكات. غادي نعمر هاد الطرد هذا الإخوان ديالي، وغادي نمشي للخلية اللي خرج منها، الخلية اللي خرج منها غادي نلقى فيها بيوت ملكات قرابين يخرجوا. غادي يفقصوا غدا ولا بعد غدا يخرج طرد واحد اخر. الى لقيتهم باقين غادي نحاول نحيدهم ونخلي له وحده ولا جوج ونقسم بهم الى كتب الله. غندير طريقتي باش غادي نعمر الخليه ديالي. اللهم بارك. يعني الطرد ديالنا قريب في الأرض، راه ضارب غير في الفول كما كتشوفوا معايا. غادي نكحزلو الخلية بهذه الطريقة هذه، حزلوا الخلية بهذه الطريقة هكا، باش النحل ديالنا يدخل ليا في وسط الخلية. سمحوا ليا، يعني الطرد ديالنا طايح في الأرض، درت له هاد الإطار هذا وقفته بحال هكا باش يطلع يشد فيه، وما ربما تطلع فيه حتى الملكة. وإلا بانت لي الملكة راه غادي نقبضها ونديرها في قفز، نقفز عليها ونقلب واش تبان لي شي ملكة وحدة أخرى. بانت لي شي وحدة أخرى، وحدة غنخليها مقفز عليها، وإلا
كاينه غير وحده غادي نخليها مع النحل ديالها، نولي نطلقها ونخليها مع النحل ديالها الا هي تبان ليا. طرد اللهم بارك الاخوان ديالي كما كتعرفوا، يعني الطرد اللهم بارك زين غيعمر لينا ثلاثه الكوادر ولا اربعه، والله يسخر لينا وليكم. واللي نوصي عليه الاخوان ديالي وهو ردوا البال الخليات ديالكم باش ما يطردلكمش في هاد الوقيته هذه. انا ما كنتش ناوي غيطردوا لي، ولكن كنت غادي ندير مراقبه باش نتحول للحواميط. اللهم بارك. يعني خصني نجمع النحل ديالي غير شويه بشويه، وما خصنيش نتعطل عليه باش ما يمشي لياش ونولي نزري عليه، ولا زرع ما غنقبضوش. لاحظوا معايا الاخوان ديالي النحل ديالنا بدا كيدخل وسط الخليه على الباب ديال السروح، الله يسخر لينا وليكم. لاحظوا معايا النحل راه كيبان ليا عاطي اتجاه، الخلية كيطلع في الإطار وكيدخل حتى على باب الخلية من الداخل. لاحظوا معايا النحل غادي يكتر لينا، اللهم بارك لنا ولكم. النحل كيدخل على باب الخلية، نخليو ديال النحل ديالنا يدخل على خاطرو. لاحظوا معايا النحل كيفاش كيدير في وسط الخلية، يعني دخلت الملكة ودارت والنحل تابعها في وسط الخلية. اللهم بارك لي ولكم الإخوان ديالي. اخواني اللي تبارك الله عليكم، وردوا البال للطرد ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كاينه الخدمه الاخوان ديالي، ما يمكن لينا شي نبقاو واقفين.